قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بجولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق وأعمال تطوير ميناء العين السخنة. ووضع مدبولي حجر الأساس لأول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار، والذي يوفر 15,000 فرصة عمل. وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ميناء العين السخنة وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالبيناء والوقوف على معدلات التنفيذ. هذا وأكد رئيس الوزراء أن أعمال التطوير تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع محطة السنكر للصلب السائل التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة، وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار. وخلال الجولة قام رئيس الوزراء بتفقد منطقات التخزين الاستراتيجية بالمشروع، حيث يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحري التخصصي لتداول المنتجات البترولية، ويتم ضخ السولار إلى مناطق الوجه القبلي. في سياق متصل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون المرافقون له محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وذلك في إطار متابعة أعمال البنى التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة. هذا وقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذه المحطة بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه وبطاقة تصل إلى 35,000 متر مكعب في اليوم.